يا اهلا وسهلا، اشتقنا الايام هذه. الجو مره مره حلو، فبروح الحديقه بقرا كتابي وام جونا جورنال. مره احس اني احتاج اني اي جراوند ماي سيلف، لان اخر 3 شهور مره ركضه، يعني من سفره الاحد جاي لسفره ثانيه، بعدين صار عيد ميلادي. الفترة الأخيرة كلها عادي وسويت وبالعكس وهذا، بس يعني أول ما كذا قالوا لي أوه it's midnight ومدري شو، كيف جلتني تكة كذا، حسيت اللي خلاص it's a فشل و I don't feel يعني 30 أبدا. المهم الحين بحاول أرق الكرسي فوق، ما ادري شلون بطلعه. الساعة 1:30 بس اتدبر، يعني متأكدة اني بقدر اشيله ان شاء الله. Is this a touch screen? Ah, yes. What are you doing? I'm opening the box. Ah, that's how you do it. Not for it. مرة مرة الحمد لله، مرة كان وناسة، وكان أول مرة I throw a birthday party for myself، بس بعتمد هذا الشيء إن شاء الله. مرة أحب أجمع الناس اللي أحبهم في مكان واحد. وإيه بقول لكم وش صار على شقتي. يعني هذا من أكثر الأشياء اللي موترتني هالفترة، لأنه ما أعرف، بس أنا الاستقرار، وأحس الأغلب البنات الاستقرار شيء مرة مهم بالنسبة لنا. يعني هذا المكان اللي أقضي فيه كل وقتي وين أنام وكذا، فمرة يهمني أني أكون مستقرة فيه. فالله يسهل ويكتب لي فيه خير. تو استوعبت been getting tested على the uncertainty اللي هو لما يكون المستقبل كذا غير متوقع أبداً. انا عندي خلقة عندي مشكلة اني اتقبل هذا الشيء، احس دائما الشيء اللي احنا عندنا مشكلة تقبله ويكي، يعني يجينا اختبار ورا اختبار ورا اختبار فيه لما يعني يصير شيء عادي. أحبك ليه أنا مدري، أنا اللي اخترت نسيانك، ذكرني بك النسيان. صباح الخير، أنا بروح أمشي بالحديقة و I'm wearing my favorite outfit, oversized t-shirt وكذا pants مريحة كذا في a little Japan thing. استكثرك وقتي علي وغدابك، عدد زماني كل ما طاب هون ليت اللي في I do not like the book. بس يعني every now and then كذا يكون في جملة حلوة. أغلب الكتاب she's saying a lot without saying anything. بس كذا يعني كل 50 صفحة يكون في جملة حلوة. أو ما أدري، أنا desperate إني أطلع منه فائدة. هذا الكتاب by the way. أكره أسب الكتاب، لأن أدري إن الكاتب حط فيه يعني شغل كثير وكذا، أو الكاتبة. معناني أدري إنه ما راح تشوف هذا الفيديو مثلاً. أوكي هنا لقيتها. Coldness is the kiss of death to creativity, relationship, life itself. Some women act as though it is an achievement to be cold. It is not. It is an act of defensive anger. بروح ال الله وش في صوتي كذا مراهق. بروح يوغا الحين.
اليوم مرة تعبانة كذا، بس أنا لأن أمس نمت متأخر وسولف مع صديقتي، ولأن جسمي متعود يقوم كذا بدري فمن نفسي قمت، بس بعدين ماش وضاعت ميموري كارد فيها صور ما نزلتها ما عدلت عليها وكذا، مع إنه مو صور مهمة، صور مصورتها لسكري ستور، بس ما أدري ليش كذا مرة ضايقني، مرة ضايق لما كذا شيء ما أدري وين راح. إذا بروح الجيم، بروح يوغا كلاس، أروح بأسوأ حالاتي، يعني I got a bit looking better than me going to the gym. طيب بعدين قعدت أشوف ذا التيك توكس اللي get ready with me to go to the gym وما أعرف إيش كذا، البنات يحطون أشياء يعني بسيطة، تمشط حواجبها، تحط كذا، ومرة يعني ولبسها يكون مرتب كذا، حس يفتح النفس ويحمس إن الواحد شو اسمه، الواحد يتمرن وما ادري كذا، just feel better about yourself. وانا كان تفكيري انه انا بروح الجيم بعدها برجع البيت بتفوش و I'll look good for the day، بس بالجيم لا كذا شكلي مشلون، فقاعدة احاول اغير هالشي، خاصة بكثير اقابل ناس بالجيم فما له داعي. بحط شوية مسك، ما ادري عادي الواحد يحط مسك بالليل ولا لا. فيا بعدين هذا التنت تسألون عنه بكل مكان، بس ما ادري انا جاوبت ولا لا صراحة، وطلع فيجن، it's a Korean brand ومرة رخيص. بس فبروح اقابل صديقاتي باليوغا كلاس، هم راحوا بدري على اساس انا بعد بروح معهم بدري كذا، نروح سونا وما اعرف ايش، بس انا نمت. في واحدة ما راح بفيديوهاتها، بس انا شريت المديتيشنز حقاتها. طيب فصايرة كل الأيام اللي كذا مو ما أقدر أنام فيها على طول أشغل المديتيشن حقها، طيب وأنام على طول، صوتها مرة مريح. المشكلة الحين أنا أحب فيديوهاتها، بس صرت لما أشغل فيديوهاتها أنا أنام على طول. What's that millennial core كذا laughing at something that's like not really funny. Okay. شفتوا يعني ما أخذ مني 5 دقايق. Well, I feel so cute now. Okay, and I seriously need to go. شاكم بالكرسي الجديد؟ كنت بخلي للأبديت اللي بسوي كذا سيت داون أعطيكم أبديت. Okay, باخذ هالكتاب الخايس، باخذ جورنال لأني أحتاج أفضفض. إذا حد يبغى يجيب لي هدية وما يدري شو يجيب لي، جيبني هالقلم. هذولي. I go through them so fast. وأحسن قلم بالعالم. أحسن قلم بالعالم. بعدها بنروح Fields by the Beach نتعشى هناك ما ادري شو اتكلم كذا. باخذ 2 sweaters. وش بعد صايره؟ بس اتاخر و I hate it. يعني اني ما اصير استانس بالطريق. I'm stressed out. I shouldn't be stressed out. بروح يوغا كلاس ان شاء الله. ما عندكم بس نصير الحمد لله من الاشياء اللي تبغاها تصير، أنا كنت أبغى أصير مرة اجتماعية مرة ثانية، وأغلب صديقاتي بدبي انقلوا. كنت أبغى أتعرف على ناس جديدة أو أقوي علاقتي بناس أعرف إنهم ساكنين هنا، بس إنه يعني أدرين keep in touch. فالحمد لله صار هالشيء، بس لعله صار بزيادة، وأنا ما حد يصدقني لما أقول كذا، بس أنا مرة انطوائية، مرة أحب أقعد لحالي، ومرة أحتاج أقعد لحالي كذا، أحتاج هدوء بمخي مو بعن شيء. جننت قلبي بغى، وشو جننت قلبي؟ بغرامن جننت قلبي بحب يلوي ذراعي، جننت قلبي بحب يلوي ذراعي، لا هو بتايب ولا عبر تجاريب. تدرين ما اكبر مخاوفي؟ تعرفون اللي جنبي خلني اسكت، باين اني واحده نايمه طول اليوم ما سولفت مع احد. يا جمال اهل البداوه والضفاف الساحليه، دام فيك العطف واحساس الرخاء خلي نتساوى، لا تخيرني ما بين البعد او Come on.
So lucky, you're like, what is it? Allah, look at the sun. Today, I'm going to full moon. That was really nice. So in the end, sound meditation. هذا النور دايما صور عندي تيك توكس عشان ما فيني حيل. صديقاتي راحوا بس انا اشتهيت امشي فقلت بمشي شوي وبعدين برجع البيت. ما ادري يا اخي سبحان الله في ناس كذا they make you feel so good, وهذول البنات كذا يعني كل ما شفتهم كذا just make me feel so good. خذوا العبرة عاد. توني طالعة من الجيم وتوقع صار لي سنة ما سويت push ups لأن I thought إن I hate them. مهم اليوم رجعت أسويهم لأن بديت أمل من روتيني, قلت خلني أبدأ أرجع أسوي push ups وسويت 7 with very good form, ومو push up العريضة السهلة ذيك, لا push up الصعبة. وأتوقع لو إني دفيت نفسي كان بداني سويت 10, فكذا يعني رجع لي شغف التمرين. و أنا صراحة يعني الحمد لله هالفترة مرة مبسوطة بجسمي, يعني ما يهمني لو ما يتغير في شيء, بالعكس إني هذا اللي أبغى أكثر شيء إني أحافظ, ودي طبعا أن I grow my muscles وكذا. بس يعني فما أدف نفسي مرة بالجيم to be honest. بس إيش السر؟ وقد شفت كذا فيديو شرح ومرة صدق السر إنه متصالحة مع الطفش. يعني كثير من الناس ما تكمل بالجيم لأنه زهق, عرفتوا؟ كل يوم أجي, مو كل يوم أجي, أنا ممكن أجي 4 مرات بالأسبوع وأسوي نفس الشيء بيسكلي. صار لي كم يعني أتمرن. فأسر بأي شيء بالحياة أن الواحد ينجح فيه أنه يقدر يكمل من الرغم من الزهق والطفش. على أساس الويكند هذا ما راح يصير حافل, يعني كان في طلعة يوم الجمعة بالليل من زمان نعرف عنها وكل شيء, بس قلت انه خلاص بس الجمعة بالليل بطلع, باقي الويكند بشتغل بقعد حالي بالبيت. كان الفلوج اصلا بيكون grounding ما يسأل. الحين جمعة صباح بطلع, جمعة بالليل بطلع, السبت الصباح شكلي بعد بطلع بالليل, او ماي جاد. والاحد بروح بضبي في فستيفال حق الحصن وصديقي عازمينها, هذا زي الدوام عازمينها على الغداء هناك, و كارتي هي تشتغل بفاشن, فكارتي مسوين كذا كولابوريشن ميوزيوم اسلاميك ارت شذي كذا. فبنروح له, بنروح البحر, برجنتان, وبنروح الحصن, فان شاء الله بنلحق على كل شيء. بس ان شاء الله صايره احاول اتعلم كيف انه حتى لما يكون حولي ناس واكون طالعه وكذا انه I know how to preserve my energy, وانه مو بلازم اراعي كل احد موجود, خلاص everyone is an adult, كل احد يقدر يراعي نفسه يعني بحدود طبعا. بس احس هذا من الاشياء اللي تستنزف طاقتي لما اكون اجتماعيه مره وطالعه وذا. المود الايام صاير اسباني, مره احس هذا اللوك علي احلى شيء كذا, ميك اب مره بسيط و ناشن فيك لاشن. نسيت أبديت على أي شيء صار بالبحر. صديقتي اللي من زمان مرة ما شفتها كانت جاية مفاجأة, فمرة مبسوطة يوم شفتها فنسيت أم الفلوج. والحين جاب ضياتي وكذا قاعدة بس. ما في جديد, سويت لي تاكوز للعشاء, مرة أحب ماي تاكوز أكثر من أي تاكوز من أي مطعم, معناها مرة سمبل بس مرة أحبهم. الحمد لله لقيتها. لما رحت أمشي بالحديقة الشنطة اللي فيها البلانكت حقت الحديقة اللي دائما أخذها كان موجود بآخر شيء. أنا I went crazy, I looked for it everywhere. الحين وصلتني هالكراتين من Pottery Barn اليوم, لأن الأسبوع هذا إن شاء الله عندي لهم إعلان فبصوره وكذا. So I'm gonna unbox all of this. Let's do it. وصلني هذا من براند, الله ريحة أخذ العقل, من براند إماراتي ودي مرة أفتحه, وبنفس الوقت الله
اوكي سؤال، هل ينطق مخور ولا مخمر؟ لان انا ادري اني بديت اقوله غلط فنسيت وش الصح وش الغلط. اوكي المخور. احنا لو حاطة حركة شوفه مخور. امس في البحر انا صديقاتي هم خوات، واليوم بالليل المفروض اطلع معاهم، ومره ودي اشوفهم، مره مره ودي اشوفهم بس ما يخليك اطلع. قلت لهم يجون هم البيت، بس يعني افهم ان الناس مسافره وهنا يعني جايه هنا سفره، ما حد يبي يقعد بالبيت عرفتوا يعني. صار الحين قاعد اتثاوب. مره ما ادري شو اسوي، شكلي بقعد بالبيت والله او اروح. يجنن. شكله احلى بيتي من بال. الاعلان بيكون رمضان وخفيف ترى، يعني مو مره ثقيل. مهلق كيوت. والله تعبت وانا اسوي امباكينج. كيوت. هذا مره كنت متحمسه عليه، نسيت مره كان خاطري في واحد. ف now I have one. I don't know if you're ready for this. بصيح it's so pretty. يا الله وخفيف كذا يجنن كذا، والديتلز اللي هنا مره حلو. من اول خاطري في واحد لان احس انهم يعني they're so feminine، بس يوم لبسته استوعبت اكثر واكثر واكثر قد ايش they make me feel so feminine كذا. انوثة طاغية مره، مريح اريح من الجلابيات كذا اخاف لانه وكذا يطيح على الجسم مدري شلون. والله الاماراتيات ما شاء الله لك يعني لاحظت they know how to do femininity كذا effortlessly، كذا effortlessly so feminine ما شاء الله اموت فيهم مره. جاز لي بحط لكم الاكونت وكل شيء. كيف الاضاءه؟ اكبر خطا محبتك دائما اذا نزلت تيك توك باغنيه الاغنيه تعلق في مخي كذا اسبوع. المهم وين نبدا؟ اوكي بنبدا باول شيء اللي اعرف يعني كثير منكم يبغى يعرف اللي هو شقتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقعد سنه ثانيه ان شاء الله. مره فخوره بنفسي، مره فخوره بنفسي لانه بالعاده I don't fight for my rights، اقول خلاص طز يعني كذا ما ارتاح. بس هذه المره في فرق وفي حد بين ان الواحد يكون حلال ويساعد وبين انه يتم استغلاله. هذا تعلم هالشيء. طلع من حقوقي في دبي اني اجدد، انه اذا اللاندلورد يبغى الشقة لاستخدام شخصي او يبيعها لازم يعطوني خبر سنة، وهم معطيني خبر 3 شهور. 3 شهور يعطوني خبر إذا يبغون يرفعون الأجار 5% في أغلب المناطق. فأنا هذا اللي كنت أعرف وأكلم لويرز، كلمت ما أعرف يمكن 4 لويرز وكلهم يقولون لي نفس الكلام إنه لا مو من حقهم. بس ما أروح أكلم الأيجنسي ياكلوني وكأن إنه لا أنا ما عندي سالفة، وأنا أقول هذا توني مكلمته لوير ولا لوير ولا يعني واحدة لوير وقالت لي إنه لا من حقي أقعد. بعدين أخو اللاندلورد اللي كان يبغى يشتري الشقة قاعد يكلمني ويقول لي روحي اطلعي، روحي خذي لك تاون هاوس وانا بدفع الفرق بالاجار والموفينج اكسبنسز انا بدفعها وكذا. قاعد يهايط وروحي وين ما تبين، انا بس ابي الشقه لان انا ساكن بنفس الدور وابي اهلي يجون بلا بلا. انا عاوزك اوكي يعني اذا هو مستعد يعني بيسهل لي يعني الموضوع، ما ابغى استقعد يعني مرتاح. انا نفسيا ما ارتاح اني اقعد استقعد لاحد وهم ذا قاعد يحاولون يتعاونون معي. طيب قلت له خلاص انه بدور شقه وكذا ويكون يدفعون الفرق بالاجار والموفينج اكسبنسز. تمام اتفقنا على سعر، ويعني وقسم بالله يعني انا حاطه السعر يعني بالضبط على يعني الفرق. تمام مو باللي معنا كثير من الناس الثانيين يزيدون مثلا 10,000 يزيدون يعني على الاقل 5,000 انه عشان اتبعهم اتعابهم الشخصيه، لانه انا مره بتعب اني ادور شقه وانقل ومره قروشه مره قروشه. The whole thing stressed me out so much. اتذكرون لما سمعت الخبر في النيبال فانا مره يعني كنت معصبه انه ليش هم لهالدرجه قروشوني وهم ما عندهم يعني ما عندهم حق اصلا.
بس قلت انه اوكي من دولة ثانية وما يعرفون قوانين وبتعاون بلا بلا بلا. بعدين قبل ما الوقت الان المفروض انقر يعني يمكن 3 أسابيع ولا شيء زي كذا، فجأة قرروا انه لا بنعطيك يعني ولا نص المبلغ اقل منه. تخيلوا نفس هذا اللاندورد اللي كان قاعد يكلمني هايط علي انه اطلعي نهاية الشهر، هو كان بالتليفون كان قايل لي تبغين تقعدين لحد مارس تقعدين هذا عادي تمام. لما بدا كذا يغير كلمته انا خلاص يعني ما اقدر اثق فيك، انت قاعد تقول لي كلام بعدين فجأة من راسك تغير كلامك بدون ما تيجي تناقش معاي، ما اقدر اثق فيك. قام كلمني الاخو هذا مرة ثانية قال لي كم تبين وكذا، بعدين قاعد يحاول يكاسرني بالمبلغ. قلت له انا حاطة المبلغ، قلت له ادخل المواقع وشوف اسعار الاجار وحتى يعني الاجار اللي انا حاطة الفرق اللي انا حاطة الشقة يعني اسوأ من شقتي. المهم فانا قلت ليش انا قاعدة اصير حليلة مع احد انا حتى ما اعرفه واحد ما يستاهل اني اكون حليلة معاه. ومرة كان درس تعلمته انه في فرق بين ان الواحد يكون حليل وطيب وبين ان الواحد يتم استغلاله. فانا قلت بس انا كنت شوي خايفة صراحة انه اقعد في شقة ناس اللي يعني اصحابها ما يبغوني اقعد فيها، ما ادري شعور مو مريح بس قلت طز يعني قروش اكثر اني انقل. فقلت لهم بالاخير ان لا ان انت كل شوي تغير كلمتك وان انا خلاص ما اقدر اثق فيك. انا دورت شقة بس ما لقيت شيء وحاولت اساعدك بس هذا الموضوع كله مرة قاعد يسبب لي توتر وحاولت اساعد بس انه يعني انه لا مرة احب الشقة هذه يعني كذا لو اقدر I would give it a hug. ايش صار بعد؟ صارت اشياء كثير. رحت لندن ورحت كذا مدينة صغيرة في بريطانيا ومرة انبسطت بالاكل، اكلت 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 مرة كثير خيرات الاشياء الفيجن اللي عندهم. ودي الاسبوعين اللي قدام كذا مرة I ground myself و اقعد لحالي واقعد بالبيت اجيب ورد اجيب نباتات. ان شاء الله بكره من بغبي ان شاء الله الحق اشتري نباتات من هناك لان المشاتل عندهم مره احسن وارخص بكثير من اللي بدبي او انه انا هذا اللي لقيت. المهم ان العبره خذي حقك. قررت انه ما راح اطلع مع صديقاتي لان ما ادري كذا من هد حالي وقلت ما يسوى ان اضغط على نفسي يعني ما احس ان حضوري مره بيفرق السماء عن الارض عرفتي يعني مرات كذا اي همبل ماي سيلف ان ليش لهالدرجه بضغط على نفسي وهم اوريدي جروب كبير وكذا مو بنا واحده بسحب عليها وبخرب يعني بخرب خططها لليوم خاصه انا بكره وراي قومه بدري وبطني مدري شلون. صباح الخير. أما بعد شوي بتجي وبروح نمشي بالحديقة we're gonna get coffee بعدين بنمسك خط البوظبي وبنقابل صديقتي الثانية هناك. فمتحمسة لأن مرة أحب البحر في بوظبي بس ما أدري شلون بمسك خط بدون ما أسمع أغاني خليجية وأما جوها house music فأنا وياها بالميوزك مرة غير عن بعض فمش بنسوي بالخط. بس أنا I don't mind house music بس I love يعني كذا أغاني خليجية. يمكن أقولها بعطيك cultural experience يعني كذا إذا جبت أحد من المطار أقول لكم أقول لهم cultural experience وأشغلهم أغاني إماراتية لين ما عاد يهزئوني إنه خلاص نبغى نسمع شيء ثاني. أدري إنه واتباك لأنه بروح أشياء مرة مختلفة عن بعض. بروح البحر بعدين بروح نتغدى وأحس الغدا مفروض جبت فستان أكيوت يمكن أحط فستان كذا كيوت. رح نتغدى على البحر بعد في سانت ريجس بعدين بنروح للميوزيوم او العكس والله ما ادري. بعدين بالليل بروح الحصن والحصن بيكون يعني كله مواطنين فاستحيني ما لبس حباية ما ادري ليه كذا يصير في خلل بمخي عرفتوا. بس عبايتي بالسيارة صار لها شهرين ورايح لان انا اذا رحت اشياء حكومية احب البس عباية وكتب غير بس المخور مع العباية وكذا بس ما أدري مش ألبس جزمة مع المخور مخور أوف شفتوا I always say it wrong. ما أدري مش ألبس جزمة مع مخور وما عندي استعداد ألبس هيلز فبس ما أدري مش ألبس يعني أنا يحتاج لي كذا فلاتس كيوت كل اللي عندي بيركنستوكس. Beach surf girl that doesn't know how to surf. I surfed. أوف بموت من الجوع. إيه أقول لكم تخيلوا I surfed once in my life in Puerto Rico وأنا بالثانوي ومرة صعب القهوة. It's like pouring rain. Oh wow. يجنن.
wanna be in my vlog. Yeah, okay. This is Emma. We love her. Oh, I like this song. I don't know if I like it. Yeah, Return to Oz by Mondo Link. It's so cool. I love Mondo Link. عندهم هنا سنو مون هذا كله فيجن ايس كريم ودائما بدي اروح له بس انه برايب ماركت وتعجز فيمكن اليوم لان شفت في انستغرام انه عندهم شفت انه عندهم في انستغرام فيجن ايس كريم ساندويتش مع كوكيز بس الحين ابغى اكل اكل فبروح فيلز واجيب ساندويتشز Yeah, my last one is like Nepal vlog. I know. Yeah, I used to do them in English, but then beach day. البحر هنا صدق يرد الروح. مرة بارد. Doing my little vlog, but my camera died, so. I'm going to the exhibition of Cartier. اتصدع بس مرة عندي شغل كثير بمسك نفسي ما اقدر اتصدع بشتغل على الاقل ساعتين انا كذا يعني العب على نفسي يمكن انسدح شوي اوه ماي جاد والمخور هذا مرة جاف وقته شباب نظيمته لأول مرة بعد سنين وتذكرت قديش ولذيذ امس حس اني ما قلت لكم وش صار وكذا طفت كاميرتي فما صورت كثير وكان جوالي باقي شوي يطفى بس اما عطيناها كذا كلتشرال اكسبيرينس مضبوط وما شاء الله جيهان تعرف مره كثير اشياء قاعده يعني عن الحصن وصديقاتها قاعده يشتغلون فيه ف قاعد يعطونا معلومات اي واخر شيء بقوله امس انا وياها نسولف بالسياره وقاعده اقول لها انه انا من الاشياء اللي مره 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 غيرت نفسيتي انا كيف بديت اغير ماي برسبكتيف واستوعبت كميه البليفز المغلوطه اللي عندي كذا سبكونشسلي يعني مثلا مثال مره بسيط اول كنت اذا قمت متاخر ازن لايك الساعه 10:30 عرفتوا ولا 11 الحين عادي اقوم متاخر اكثر من كذا بعد مرات المهم اول اذا قمت متاخر اقوم مره متنكده واحس انه خلاص اليوم راح علي وأقعد أعاتب نفسي وليش أنا قمت متأخر وكذا وقعد طول اليوم متضايقة عرفتوا الحين لا خلاص أقوم متأخر أقول عادي كنت أحتاج أنام عادي أمصحني ما نمت بدري بس إنه مثلا كنت مرة كرييتيف ولا كنت قاعدة أسولف مع واحدة ومرة يعني السوالف كانت حلوة وحسيت إنه يعني علاقتنا قوت أو تعلمت شيء من السواليف أو حتى يعني حتى لو ما تعلمت يعني كذا بس انبسطت فكذا في أشياء فصرت عادي حتى لو قمت متأخر أقول عادي عافية علي يعني النوم وخاصة يعني بلحق الشغل اللي أقدر عليه ولا الأشياء اللي أبغى أسويها وبكرة يوم جديد يعني كذا أشياء بسيطة فهي تفكيرها مرة يعجبني مرة أحب هذا الشيء فيها تفكيرها إنه أنا هنا إنه أنا بنبسط عرفت وأنا بالحياة أبغى أنبسط كذا هي هذا her perspective خلاص منظورك للحياة هو اللي مرة بيفرق بنفسية واحد فا يعني حتى لما الواحد يصير له شيء ضايقة كذا whatever يقول إنه يعني خلاص هذا جزء يعني أنا هذه من الأشياء اللي بعد مرة غيرتها في تفكيري إن لما يصير فيني شيء مرة شين يصير لي شيء مرة شين عادي أقول إنه هذا يعني كيف أقول إن كل أحد بيصير له شيء شين كل أحد ما في أحد حياته دائما حلوة وكل شيء يصير له حلو فأنا هذا اللي صار لي وما صار لي إلا لأن أنا أقدر أتحمله وأنا أقدر أتعامل معاه وإنه الحمد لله نجت عليه كذا عرفتوا إنه مو بشيء أسوأ ومرة
مرة غير نفسيتي، غير إن أصلاً يعني من أكثر أكثر شيء غير، في كثير منكم أتوقع ملاحظين نفسيتي مرة تغيرت 180 درجة. أول شيء سويته إن شلت الناس اللي لاحظت إنه مو قاعد تفيدني بحياتي، وإن كل مرة يعني كذا أقضي وقت معاهم كذا مرة ينهد حيلي من بعدها، ونفسيتي مرة تصير أسوأ. فأول ما كنت أدري ليه، يعني أحسب إن المشكلة فيني، بعدين استوعبت إنه لا، وخاصة إنه لما نظفت الناس اللي حواليني استوعبت إنه لا أكثر قد إيش إنه واو مرة كان مؤثر علي. فالحمد لله. فهذا أول شيء، لا تستهينون بالناس اللي حوالينكم والناس اللي بحياتكم، لا تستهينون بكيف ممكن يغيرون حياتكم من الأسوأ أو الأفضل. والحمد لله الناس اللي يعني أنا دائما عندي مشكلة، دائما مرة أخاف إني أظلم الناس لدرجة إني أظلم نفسي بالأخير، عرفتوا؟ يعني حتى لو أنا شايفة ريد فلاجز، شايفة تصرف غريب من البداية، لأنه كلنا نشوف من البداية، نادر إنه ما يبان من أول شيء. بس أنا قد نتعذر للناس إنه لا يمكن ما كان قصدها، يمكن حرام هذا طبع فيها المجتمع كذا، عرفتوا؟ نتعذر للناس. أوكي هذا شيء مرة زين، بس إنه بعد الواحد لنفسه له حق، وأنا هذا الشيء اللي تعلمته يعني بدروس يعني الله لا يوريكم. فصرت إنه دائما كذا أذكر نفسي إنه أنا كم من مرة كنت كذا ناس من أول ما قابلتهم وأنا like red flags هنا وهنا وهنا، بس أقول لا حرام، يمكن كذا. بعدين بعد فترة أكتشف إنه لا، أنا طول الوقت كنت صح، فما صرت أعطي فرص زي أول. يعني خلاص إذا أحد من البداية أنا مو مرتاحت له، خلاص يعني ما أدخلهم حياتي، لأن من يوم ورايح ما راح أستهين بالناس اللي يدخلهم حياتي أبدا. لأن بني قاعد أفكر الناس اللي إلى الحين بحياتي أول ما قابلتهم ما شفت فيهم ريد فلاجز أبدا، لأن أنا أول كنت أقول أتعذر لنفسي إنه، بس أنا دائما أقدر أطلع بالناس أنا فيني عيب، إنه بزيادة أعرف أطلع بزيادة، على طول أشوف عيوب الناس. طيب جدي يعني وش تتوقعون؟ فأول كنت أحسب إنه أنا اللي أنا عارف أطلع ريد فلاجز بزيادة، وإن كل أحد فيه ريد فلاجز. بعدين استوعبت إنه لا، الناس اللي لسه بحياتي الحين أول ما قابلتهم ما شفت فيهم ريد فلاجز. أوكي مو بإنه ما فيهم عيوب، كل أحد فيه عيوب، أنا في كل أحد فيه عيوب، بس إنه ريد فلاجز غير، إنه كذا ناس ما يكونوا مريحين. Thank you for watching this video. مرة أحبكم، وإن شاء الله نبلتسم هالمرة، لأن الفيديو الجاي وقولوا لي، إذا اكتبوا لي إذا في أسئلة بالكومنتس، لأن أصدق أبغى أسوي فيديو محترم. كنت أول مفكرة أسوي تيك توك، بس قلت I can do both. سألت في سناب شات، بس أبي أسئلتكم أنتم. أبغى أسوي فيديو إن حياتي كصانعة محتوى، وأعطيكم نصائح إنه أنا أتمنى لو كنت أعرفها أول ما بديت، وكذا تيبس إنه كيف الحين، لأن يوم أنا بديت غير مرة عن الحين، إنه كيف الواحد يعني ممكن يخلي هذا مصدر دخل له. فاكتبوا لي أسئلتكم، أي سؤال عن هذا الموضوع اكتبوا لي. ومرة متحمسة بسوي الفلوج الجاي كذا بنسولف في هالموضوع، وبسوي الفازل حقتي. بس love you guys so much. قاعد جوا الخيمة وبتشرب قهوة مرة.